طب انت عندك مشكلة؟ لا انا مفيش مشكلة خالص، انا بس الاسئلة بس مش ايه مش لاقيها؟ لا 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 لاقيها بس ثانية واحدة هرد بس. اتفضل. ايوه ماما انا في الطريق اهو. لا مخلصتش. ماشي يا ماما هقولك اما ارجع. متقلقيش محمد رسول الله. طيب اول سؤال، انت ايه اللي خلاك تمثل؟ اللي هو يعني what about your first Oscar؟ معلش بقى بصراحة الأسئلة اللي أنا كاتباها كلها هبلة جدا خالص والله. أسئلة عادية على فكرة جدا، أنتي بس اللي بتضحكيني. لا أنت بصيت لي بصت إن السؤال هبل يا ستي والله خالص. أسئلة كلها كده. طيب ماشي اسألي. ماشي. طيب أنت درست تمثيل؟ لا. لا في إيه؟ لا ما درستش. طب ماشي خلاص هنرجع للسؤال الأولاني. ماشي. إيه اللي خلاك تمثل؟ كنت بحب القراية جدا، بحب اتفرج على افلام. بعد كده لما دخلت الكليه. هو انت كنت خريج ايه صحيح؟ اعلام القاهره. سؤال حلو ده جدا على فكره. ابتدت تلعب معانا. ابتدت تلعب. طيب هبه انت اول مره تعملي انترفيو صح؟ هو باين قوي؟ لا مش موضوع باين قوي بس حاسس الموضوع مش انترفيو في مجله. لا والله بس عشان هي اول مره بس وعشان انا بس لسه في الاول كده بس. بصراحة يعني كمان يعني عشان أكون صريحة معاك واحتمال كبير جدا إن الانترفيو ده ما ينزلش بس إن شاء الله هينزل يعني بس عشان تدريب وكده ف مش مشكلة. أما أنت بتوصي عليكي ومراد جامد أوي يعني فأنت تعملي اللي أنت عايزاه. هو مراد صاحبك أوي صح؟ مراد حبيبي. مراد من أرجل الناس اللي عرفتها في حياتي. طب ما إحنا ممكن نتكلم في كده يعني إن هو أصحابك ومين الشلة اللي أنت بتقعد معاهم. ممكن لو هما مشهورين يعني. لو مش مشهورين لا ما الناس إزاي عارفاهم. طيب بس اسألي أي حاجة وخلاص. اسألي أي حاجة. طيب ماشي. إيه أكتر فيلم عملته وبتحبه؟ أكتر فيلم بحبه هو مش أكتر فيلم نجح لي بس هو أكتر فيلم بحبه. فيلم اسمه اتجاه عكسي. كان إيقاعه سهل كده ومختلف عن الحاجات اللي عملتها قبل كده والشخصية كانت قريبة مني أوي يعني. ما كناش بنشتغل تحت ضغط كمان غير بقية الأفلام اللي عملتها قبل كده. الشخصية قريبة منك إزاي؟ يعني كنت حاسس ان انا فاهمها. هو ده مش بيحصل في بقيه الشخصيات؟ لا مش دايما يعني. عامه الممثل هو اللي بيصنع للشخصيه وجود بس وانا بعرف اعمل ده كويس عشان بقرا ادب كتير. طب هو الممثل يعني ده بيبقى موهبه ولا ثقافه؟ بص هو جميله والاثنين مع بعض يعني. عامه الموهبه لما بتبقى اقوى بتبقى يعني يعني مثلا في ممثلين كتير عظماء مش مثقفين فاهم قصدي؟ فلو هم كانوا مثقفين اكتر كان الموضوع اعتقد هيفرق معاهم في مكانتهم يعني في مكانه اكبر بكتير. بس ده ما يمنعش ان هم يعني الهموا ناس كتير واضافوا لتاريخ الفن جميل جدا. طيب انت حابب اكتر انك تبقى ممثل اللي هو مثقف بالورقه والقلم ولا تبقى ملهم؟ لا ابقى ملهم. طيب اوكي. فكرة النجومية عامة ان هي ممكن في لحظة كل حاجة تروح، هل دي حاجة بتخوفك ان ممكن حد يطلع يبقى اجدد منك فالناس تحبه اكتر؟ فكرة مرعبة طبعا ومرة نفسي عليها طول الوقت اللي ده ممكن يحصل بس اعتقد هتبقى تجربة خاصة جدا يعني. طب لقيت حل للموضوع ده؟ لا. احنا ايه خلاص كده؟ لا مش خلاص بس انا لازم اتحرك حالا. طب يلا بينا. انا مش عارفه اقول لك ايه بجد ولا حاجه خالص. عذبتك معايا فعلا خالص. بالنسبه لي عملت انترفيو كويس جدا بجد. إيه ممكن اكلمك ونكمل الانترفيو؟ يا ريت. وريت تسالي برضه اسئله عند دماغك مش لازم ورق. انت ما اتضايقتش يعني؟ على فكره ده اظرف انترفيو انا عملته. مش عارفه اقول لك ايه برضه. يلا بقى عشان منطق.
حاضر، تصبح على خير. انتي من اهلي.